بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومن الوسائل التي نعمل بها للإسلام ونخدم بها هذا الدين العظيم ونعمل على نشره في أرض الله سبحانه وتعالى عمارة المساجد. أي نعم، فإن عمارة المساجد من أعظم الوسائل التي نخدم بها دين الإسلام ونعمل بها لنشر هذا الدين العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. وكان المسجد هو عماد المجتمع الإسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن المسجد منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم، فإن المسجد صار هو عماد المجتمع المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول مشروع إسلامي كبير عظيم قام به صلى الله عليه وسلم لما قام يؤسس دولة الإسلام كان المسجد. ولذلك فالمسجد هو صاحب المكانة الأولى في اهتمام المسلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وظل المسجد يحتل هذه المكانة في كل العصور الإسلامية حتى في عصور الضعف والهزيمة. كان المسجد هو ملتقى المسلمين ومحل ندواتهم واجتماعاتهم ودروسهم. والحقيقة أن احتلال المسجد لهذه المكانة في المجتمع الإسلامي مأتاه من حرمته العظيمة في قلوب المسلمين. أعظم بقعة مقدسة في قلوب المسلمين هي المسجد، ولذلك احتل المسجد هذه المكانة بسبب ذلك. وكل ذلك لكثرة ما ورد من النصوص في شأن عمارة المسجد، في شأن عمارة المسجد. وليست عمارة المسجد هي البناء فحسب لجدرانه أو نحو ذلك، وإنما عمارة المسجد لها معان كثيرة. فنعني بعمارة المسجد مثلا بناؤه وإصلاحه وإصلاح شأنه بتنظيفه وتطيبه، هذا معنى من المعاني لعمارة المساجد. أن تبنى المساجد وأن يعمل المسلمون على بناء المساجد الجامعة الكبيرة التي تجمع الجموع الكثيرة من المسلمين ويعملوا على تنظيفها وتطيبها وعدم البخل في إقامة كل ما يجذب الناس إليها، فهذا من عمارة المساجد. والمقصود الأعظم من عمارة المساجد هو الصلاة، المقصود الأعظم من عمارة المساجد هو الصلاة. إن المساجد أعظم وظيفة تقوم بها هي أن تجمع الناس للصلاة. إذن فمن أعظم كذلك معاني عمارة المساجد إقامة الصلاة فيها. إذن فالعمل
على جذب الناس إلى المساجد هذا من العمل للإسلام، هذا من العمل للإسلام. ولذلك فامتلاء المسجد بالمصلين في الفرائض والنوافل كما هي التراويح في رمضان هذا تعظيم لحرمة الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك في أحواله وأفعاله، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر كان أول ما يبدأ به المسجد، إذا جاء من سفر كان يدخل المسجد قبل أن يدخل بيته فيصلي ركعتين ثم ينطلق إلى بيته، مما يدل على أن المسجد هو أعظم مكان في حياة المسلم. وقد أقام هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين، فيبين لهم بهذا الفعل أن المسجد هو البيت الأعظم. إنه جاء من سفر ومعلوم حال المسافر واشتياقه لأهله، ومع ذلك فإنه أول ما يفعل يأوي إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يرجع إلى بيته. وقد استعادت المساجد مكانتها عندما أخذت الصحوة الإسلامية تشق طريقها في هذا العصر والحمد لله، فكانت آية صدق ودليل طهارة وعلامة على أنها سلكت الطريق الصحيح، أي هذه الصحوة. إن العيش في المجتمع العام والتفاعل مع أحداثه قد يستهلكان المخزون الإيماني الذي يملكه المسلم، وربما الدعاة كذلك، وربما والمدعو قال فيقف عطاؤه عند حد ولا ربما يزيد، بل ربما يتوقف هذا العطاء. يعني أن المسلم وهو يعايش حياته الاجتماعية ويعيش في هذا المجتمع فتراه يخرج يذهب إلى عمله ووظيفته ونحو ذلك، فمع مخالطة الناس وما فيهم من أحوال تذهب الشحنة الإيمانية من قلب المؤمن وتظل تقل هذه الشحنة. متى يعيد شحنة قلبه بالشحنة الإيمانية هذه إنجاز التعبير؟ إذا أوى إلى المسجد مرة أخرى، فتأتي الصلاة فيدخل فيها المسلم المسجد فيعاد كثير من شحنته الإيمانية، وهكذا. فالمسجد صار هو الذي يمد المسلم بالشحنات الإيمانية إنجاز التعبير في يومه المليء بالزحام والمخالطة ونحو ذلك، يأوي إلى المسجد فيتزود ويخرج إلى الناس بعد ذلك. وهكذا كان المسجد هو الذي يتزود منه المسلمون المعاني الإيمانية التي تمدهم بتحمل ما يلاقونه في يومهم وما يعانونه في حياتهم. إن المسجد ميدان خصب لخدمة دين الله عز وجل، وسبب ذلك أنه ما هو أفئدة المسلمين في كل مكان. كل المسلمين حتى العصاة حتى الذين لا يدخلون المساجد إذا دخلوا المسجد شعروا برهبة وهيبة، وهذا لقدسية المساجد، وهذا لقدسية المساجد. فمن لا تستطيع لقياه خارج المسجد، ومن تتحرج من نصيحته ودعوته في الطرقات والمنازل ستجده في المسجد مستعدا لكل نصيحة، أليس كذلك؟ هذا معنى كلنا يلمسه مع كثير من الناس. إن كثيرا من الناس لو قمت إليه تنصحه في الشارع أو في الوظيفة أو نحو ذلك ربما لا يسمع، وربما لا يقبل، وربما لا يقف لك أصلا ولا يسمع لك. لكن إذا دخل المسجد
تستطيع أن تبلغه ما تريد من الدين وهو يسمع إليك. وده شيء مشاهد معنا كلنا. يعني أنا أذكر لكم بعض الأشخاص مثلا أحيانا تلقاهم في الطريق، وأنت تلقاه في الطريق، مثال متكرر معنا كلنا، ممكن لو شافك يعمل لك كده. إذا جاء إلى المسجد تجد في منتهى السكون والدعاء والهدوء ونحو ذلك، وربما أنت الذي تنادي عليه في المسجد ويجلس أمامك، وأنت الذي تملي عليه المعاني الشرعية الجميلة وتعلمه، يسمع. ما الفرق؟ الفرق أنه في المسجد، أنه في المسجد، وذلك يدل أو هذا يدل على عظيم أثر مكانة المسجد على نفوس عموم المسلمين. ولذلك فمن تتحرد من نصيحته ودعوته في الطرقات والمنازل ستجده في المسجد مستعدا لكل نصيحة وراغبا في كل خير. بل إنني أجزم أن كثيرا من الناس الذين يحتاجون النصيحة يعلمون أن الدعاة يخافون ويستحيون من إعطائها لهم خارج المسجد، فيأتون ونفوسهم في شوق أن يرزقهم الله رجلا صالحا يأخذ بأيديهم إليه. بالفعل هذه معاني كلها نعيشها في حياتنا. وكثير من الشباب يتحدثون أنهم كانوا في جاهليتهم ينظرون إلى الملتزم بالدين نظرة إكبار. كثير من الشباب لما يلتزم تسمع منه مثل هذه العبارات، يقول لك والله بالفعل أنا كنت سبب ربما التزامه كذلك، يقول كنت أرى الأخ فلان الملتزم يروح ويجي على المسجد، رايح جاي على المسجد، مشغول بالمسجد، كل صلاة ينزل ويروح ويجي، وتجده في مجالس علم مشغول بالمسجد، فكنت أنظر إليه نظرة إكبار. بالفعل ينظرون إليه نظرة احترام، حتى هذا تسمعه ربما من كثير من البعيدين عن المسجد، ترى عبارات عامية يقولون لك والله إحنا نفسنا نبقى زيكم، أو نفسنا نبقى زيك، أما تدعوه وأنت على خير يقول لك والله أنا نفسي أبقى زيك ادعي لي ونحو ذلك. وهذا أمر واقع وهو موجود في قلوب وعقول كثير من هؤلاء. تراهم إذا رأوك وأنت تذهب إلى المسجد، وإن كانوا هم لا يذهبون إلى المسجد لكنهم يشعرون بالصغار على الأقل، ثم إذا تابوا إلى الله استحضروا صورتك وأنت تذهب وتجيء إلى المسجد، يقولون لك بالفعل كانت صورة تدل على احترام وتدل على تدين وتدل على معاني عظيمة أنك تذهب وتجيء إلى المسجد. أي نعم، إن جهود خدمة الدين تتضاعف في المسجد ويكتب لها من البركة والقبول أكثر مما يبذل خارجه. ولذلك وجب أن نستغل كل نشاط ممكن ونستثمره في المسجد بالصورة الشرعية التي تحقق مقاصد الدعوة الإسلامية. ولا ينبغي أن يغيب عن الأذهان أن المساجد لم تبنى إلا لإقامة الشعائر وتعظيم حرمات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها. أي أنه لا بد من التنبيه على ذلك، أن المساجد رسالتها العظمى والوحيدة هي إقامة شعائر الله وتعظيم حرمات الله، لا يكون فيها أمور من أمور الدنيا تدخل عليها، زي ما مثلا دخلوا كده على الأزهر الذي كان أزهرا في يوم من الأيام، أدخلوا عليه العلوم الدنيوية ثم بعد ذلك قسموه ثم قطعوه ثم صار إلى ما صار إليه جسدا لا روح فيه. نسأل الله تعالى أن يرده إلى ما كان من مكانة عظيمة في خدمة دين الإسلام. إن أهم ما يبدأ به في أنشطة المسجد أن ندعو الناس للصلاة فيه،
وذلك يستلزم إعداده وتهيئته لاستقبال المصلين بتنظيفه وتطيبه والاعتناء بدورة المياه وغير ذلك من مرافق ومتعلقات المسجد. انت تعجب تقول هذا الكلام يذكر في وسائل الدعوة إلى الله وخدمة الإسلام. نعم، كم من مساجد ليأبى الناس دخولها بسبب عدم تنظيفها وعدم وجود أماكن تصلح لقضاء الحاجات فيها. مثلا تسأل بعض الناس تقول له أنت بتصليش، يقول لك أصل المسجد اللي جنب البيت عندنا الحمامات بتاعته تجيب الأمراض. انظر فتنة صار مثلا الحمام بتاع المسجد فتنة للناس. ولذلك تجد هذه مسألة من المسائل التي لابد أن يهتم بها القائمون على المساجد، لابد أن يهتموا بذلك ولا تلتفت إلى هذا الذي لا يعي الأمر ولا يعقله ولا يفهمه فهما صحيح. تسمع ربما يطلع لك واحد يوم يقول لك يا عم هو النبي يعني كان عنده حمام سيراميك؟ تعملين حمام سيراميك ومش عارف إيه. هذا تقول له خليك في اللي أنت بتفهمه، لو ليك حاجة بتفهم فيها محسن. إنما تأتي تقول هذا في زمن الكفار يستخدمون فيه أعلى وأشد درجات الجذب لكفرهم، وأنت الذي أباح الله لك أن تفعل ذلك تمتنع؟ يوم يجي واحد يوم له نجيب فرش كويس للمسجد. هو مسجد النبي كان فيه فرش مكت وكان فيه مش عارف سجاد ومش عارفين؟ يا سيدي أي حاجة وخلاص. هو الذي لا يأتي المسجد، هو اللي بيقول كده، الذي لا يأتي المسجد. ولذلك ستجد هذه الوسائل لها أثر في نفوس الناس، هذه الوسائل في خدمة المساجد لها أثر في نفوس الناس. انظر مثلا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعدما شيدت وأقيمت فيهم الخدمات العالية الموجودة الآن ازداد إقبال الناس على الحج والعمرة. يعني لا تغفل أن من أسباب إقبال الناس على الحج والعمرة الخدمات الموجودة والسهولة والتيسير في ذلك. ولذلك فإن من عوامل خدمة دين الإسلام المساجد، ومن عوامل خدمة المساجد وعمارتها أن نعمل على إعدادها لاستقبال المصلين على أحسن ما يكون وعلى أفضل ما يكون. والله أنا أسأل الله تعالى به الأجر لنا جميعا ولإخواننا الذين يعملون هذا في هذا المسجد ومساجد المسلمين عموما. لا أنسى هذه العبارات التي أسمعها من كثير من المسلمين والحمد لله نسأل الله بها الأجر لنا ولإخواننا، سمعتها وسمعها كثير من إخواني في المسجد. أكثر من مرة يدخل المسجد بعض الناس الذين يدخلون لأول مرة يقول عبارة معينة، وأنا ممكن أقول دلوقتي حد من الإخوة اللي سمعها يقول، ها حد من اللي قاعدين يكون سمع العبارة؟ مش موجودين؟ ها تجد بعض إخواننا الأغراب خالص يوم يدخل المسجد يقول والله أنا بدخل المسجد ده بحس براحة نفسية عجيبة جدا. هذه الكلمة سمعناها والحمد لله من كثير من الناس إذا دخلوا هذا المسجد، ونقول أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى بأسباب كثيرة، منها الاهتمام بالمسجد والاهتمام بالدعوة فيه والاهتمام بإقامة المعاني الشرعية فيه وكذلك المعاني الظاهرة من نظافة وإعداد وترتيب. يشكر عليه الإخوة الذين يقومون على ذلك، جزاهم الله خير الجزاء. ولذلك فهذه المعاني إياك أن تهملها، هذه المعاني أيها المسلمون. كل واحد فينا ربما يكون إمام في مسجد أو مسؤول عن مسجد، لا تهمل هذه المعاني، أنك تنظف المسجد وتعده لاستقبال المصلين على أعلى درجة. أقم كل الخدمات التي تستطيع أن تقيمها في المسجد لخدمة المصلين، سخر كل الإمكانات لخدمة المصلين لأجل أن يأتوا إلى الصلاة، اعمل كل الإمكانات العصرية التي تخدم المسجد لنشر دعوة الله عز وجل من خلال ذلك. ولذلك تعجب أنت أحد الإخوة بيقول لي وإحنا رايحين نشتري بتاع الكهرباء، الراجل بيقول له يعني أنتوا خلاص لازم تصلوا وأنتوا متكيفين؟ فقلت له والله أنا أكاد أحلف غير حانث إن هو ربما قلما يدخل المساجد، لأنه لو فعلا الإنسان بيرتادي المساجد وخصوصا في أيام الحر اللي احنا فيها دلوقتي نفسه هتحدثه إنه يا ريت يستشعر
معاني الهوى الطيب والجميل، هو بيصلي عشان يزداد في فعل الصلاة. ولذلك أنا هقول لكم شاهد على ذلك أيضا. إحنا كنا مثلا السنة اللي فات أو اللي قبلها كنا لما نيجي نصلي التهجد مثلا كده، الإخوة يصلوا بليل التهجد تلاقي 7-8 كده ورا الإمام، ما شاء الله بتلاقي دلوقتي صفين على الأقل ورا الإمام 20-30-40 واحد ما شاء الله. من ضمن الأسباب أن وجد أسباب مريحة في أنه يصلي، من ضمن الأسباب وجد مكان مريح وتهوية ومش عارف إيه. فهذه الأسباب نستغلها لخدمة ديننا ولخدمة ولنشر ديننا. أي نعم. وكذلك الاهتمام بوجود المؤذن الراتب والإمام الراتب وتنظيم جدول الخطابة بما يسمح باستمرار إقامة الشعائر فيه بديمومة تدعو الناس للتعلق بذلك المسجد. دي من الأسباب العظيمة في عمارة المساجد ونشر الدين والدعوة إلى الله، الاهتمام بالمؤذن، يكون في مؤذن ثابت مش كل شوية خبطوا يقولوا مين اللي هيأذن، ويكون إمام راتب معروف هيصلي بالناس ولا يتخبط الناس. وإلا تجد كثير من المساجد التي لا إمام لها ولا مؤذن لها لا أثر لها. لماذا؟ لأن طول النهار خناق بيتخانقوا مع بعض مين اللي هيئم الناس ومين اللي هيأذن. نعم. وكذلك تنظيم مسألة الخطابة يبقى معروف في المسجد، الخطباء بتوع المسجد الناس عارفاهم والناس تفهم أن هؤلاء هم خطباء المسجد ونحو ذلك. أي نعم. كذلك أيضا على القائمين على المساجد أن يعملوا على النشاط، على إقامة النشاط في المسجد في إقامة الدروس والمحاضرات العلمية وجذب الناس إليها عن طريق الإعلان بالطرق المختلفة التي تجذب الناس، وهذه وسيلة من الوسائل نشر الدين عن طريق عمارة المساجد بهذه الطريقة، إن إحنا تنظم في المساجد الدروس ويعلن عن الدروس وتكتب الدروس على الجدران مثلا أو على مقدمة أبواب المساجد، الدرس الفلاني يوم كذا، المادة الفلانية، الكتاب الفلاني، ويعلن كذلك عندنا محاضرة في اليوم الفلاني، ويعلن بالوسائل المختلفة المتاحة. لو أمكن أن يعلن خارج نطاق المسجد يفعل، إنه المسجد فيه كذا، في درس في المسجد في يوم كذا، يعلن عن طريق كل الوسائل المتاحة سواء مكتوبة مرئية مسموعة يفعل. هذا كله من خدمة دين الله سبحانه وتعالى. ومن الأنشطة كذلك التي يجب أن يهتم بها وجود المتخصص في الفتوى، وجود المتخصص في الفتوى في أوقات معلومة محددة، ليجد الناس من أهل العلم من يسألونه في شؤون دينهم ودنياهم. من عمارة المساجد التي هي وسيلة لنشر دين الله سبحانه وتعالى، إنه لو أمكن أن يوجد في كل مسجد كبير في كل منطقة أن يوجد عالم أو مفتي يرجع إليه الناس ويسألونه في أمورهم وفي مسائلهم، يستفسرون منه ويستفتونه. وهذه وظيفة عظيمة، أن يكون في كل مسجد لو أمكن، أن يكون في كل محلة إن تعذر، أن يكون في كل مدينة إن تعذر، يكون في كل مسجد على يعني إن أمكن أن يكون في كل مسجد شخص يستطيع أن يجيب على أسئلة الناس. ومش هي وظيفة، مش معنى اللي احنا بنقوله ده يبقى أيوة احنا عندنا 30-50 مسجد يبقى لازم نحط 30 أخ، مش مهم الأخ، لا، لابد أن يكون هؤلاء الناس مؤهلين للفتوى والإجابة وفهم المسائل التي تعرض عليهم. فهذا أيضا من خدمة دين الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوانا نسأل الله تعالى الأجر والثواب، ونسأله تعالى أن يجعله لوجهه وأن يكون خالصا له سبحانه وتعالى. لما كان قبل ما يبنى المسجد الفاضل ده الكريم، كان المشهور في منطقة يعني تقريبا 30 وكل المربع المحيط بنا ده تقريبا جزء من العصفرة اللي فوق ده وقطاع كبير جدا، كان مشهور أنه إذا أراد الناس أن يسألوا عن مسائل شرعية يذهبون إلى مسجد أبو خروف. وهذا المسجد كان فيه أناس يصلون وأئمة، ومنهم يعني الرجل الشيخ الذي كان يصلي رحمة الله، يعني كان رجلا فاضلا، لكن ما كان يوجد أحد مؤهل للفتوى
ما كان يوجد أحد مؤهل للفتوى. فكان كثير من المسائل، الطلاق وغير الطلاق والبيوع والأحكام، تجد ما يوجد من يجيب عنها. ولذلك نسأل الله تعالى الأجر والثواب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه، فصار هذا المسجد من فضل الله سبحانه وتعالى نقطة والحمد لله، وبقعة نحن نشرف بها، ونسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسنات إخواننا، أنه صار الآن هو مقصد ويعني يتيممه كل المسلمين تقريبا في هذه المنطقة، والحمد لله، وهذا من فضل الله عز وجل، ونسأله أن يجعل ذلك لوجهه. فلذلك هذه تجربة نسأل الله تعالى أن يقبلها منا، وأن يعيننا على يعني الزيادة في الخير فيها. فلماذا لا نجعل في كل مربع أو منطقة أو قرية نجعل فيها مسجد يأوي الناس إليه في كل ما يحتاجون إليه من مسائل شرعية ورجوع ومراجعات ونحو ذلك؟ أي نعم. ومن الأنشطة كذلك عقد مجالس تلاوة للقرآن وتعليم القرآن وتلقين الناس أحكام التلاوة للصغار والكبار، من عمارة المساجد وخدمة الدين ونشر الإسلام، إقامة حلقات القرآن في داخل المساجد. وبهذه المناسبة نحن نرغب إخواننا في حلقات القرآن في المساجد، ولا تسمع للشيطان وهو يوسوس لك تقبل على حلقة القرآن أيام ثم أيام ثم بعد ذلك تنقطع، لا، بل عليك أن تداوم، فهذا مجلس من أشرف المجالس. ومن الأنشطة كذلك الجديرة بالاهتمام في المسجد تعليق مجلة حائط تحوي مقالات تعالج القضايا المتفرقة التي تظهر في المجتمع، وتعلن في الناس كذلك العلم والدين من خلال هذه القضايا، مجلة حائط تنشر في الناس في المسجد. كذلك من الأنشطة المهمة في المساجد أن يتم تكوين مكتبة صوتية ومرئية ومقروءة ونحو ذلك إن أمكن، على أن تخدم كذلك أهل المسجد وأهل المنطقة، لكي يكون من خلال ذلك نشر لدين الله سبحانه وتعالى. الكفار ماشيين في الشوارع بينشروا دلوقتي سيديهات في الشوارع، بيمشوا في الشوارع بينشروا سيديهات وبيدوا مطويات للناس، مطويات، شايف المطوية اللي انت بتبقى معاك دي مكتوب عليها أي معنى، معنى شرعي، تلاقي واحد بديك مطوية وانت ماشي، وبعدين تفتح المطوية شبه اللي انت بتوزعها تجد فيها كفر في كفر، والعياذ بالله. أنت أحرى وأنت أولى أن تعمل على نشر دينك. أي نعم. وجدير بالمسؤولين كذلك عن أنشطة المساجد أن يوفروا المصاحف لتلاوة القرآن والكتب الدينية المهمة التي يحتاجها الناس، وخاصة الكتيبات الصغيرة التي تعالج الموضوعات الملحة بحيث يسهل على المصلين قراءتها أثناء انتظار الصلاة مثلا. كثير من المساجد تدخل تنظر في مكتبة المصاحف تجد مصاحف يعني صعبة في قراءتها، لماذا؟ لأنها مصاحف قديمة، بعض الناس تطوع بها مشكورا جزاه الله خيرا ووضعت في المسجد، ولا يهتم القائمون على المسجد بتجديد هذه المصاحف مثلا أو محاولة جلب غيرها، ولذلك هذا باب أيضا من الأبواب. وكذلك ننبه إلى ضرورة تعاون الجميع في أنشطة المسجد، ومن هذا المعنى أن يوجد في المسجد أسرة للمسجد، أن يتم تكوين أسرة لكل مسجد، مسجد الفلاني له أسرة قائمة عليه، مجموعة من الناس أسرة المسجد، الإمام ومن معه من الناس الذين لهم خبرة ودراية ولهم عقول، يكونون هم أسرة المسجد، يقومون على شؤون المسجد وترتيبها وإعدادها ونحو ذلك. على سبيل المثال إذا جاء رمضان، قبل رمضان تكون هذه الأسرة قد أعدت كل ما يتعلق بالمسجد واستعداد المسجد لاستقبال الناس في رمضان، من أسباب علمية وأسباب دعوية وأسباب مادية ونحو ذلك. فكل ذلك هو من نشر دين الإسلام.
ومن خدمة الإسلام، وإياك أن تستهين بصورة من هذه الصور. فهذه الصور ما هي إلا لبنات، كل لبنة تعتمد على أختها في البناء. ولذلك فالمسجد من أعظم أسباب نشر دين الإسلام، ولذلك اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله أول اهتماماته صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر إلى المدينة. ولذلك كان يقول في الناس: المسجد بيت كل مسلم، المسجد بيت كل تقي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المعلقة قلوبهم بالمساجد، القائمين بدين الله عز وجل، المقيمين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العاملين على نشر دينه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.